السلام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. جعلنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو نار يا جماعة، حارق خارق متفجر يا جماعة. اخر فترة طلعت بنت اسمها بسملة، هي من مصر يمكن اصولها، بشكل رهيب طلبتوا مني اني اعمل رد فعل على صوتها ضد ديما كام. جماعة البنت صوتها حلو، صوتها رهيب كتير، بس ما بعرف هل هي رح تتحدى ديما كام بالصوت ولا لا. كنت تحدي حماس بصراحة يا جماعة. انا ديما كام صوتها بيعجبني بشكل مو طبيعي. قبل نبلش فيديو انزلوا لتحت وحطوا لايك واشتركوا بالقناة، ولا تنسوا تروحوا تتابعونا على انستغرام، لانه يا جماعة على انستغرام عم بنشر كتير شغلات حلوة، عم بنشر يومياتي، عم بسألكم كتير شغلات، فما بدي كتير اطول عليكم يا جماعة، فعم نبلش الفيديو السبب. سبسكرايب يا غنيم. اوكي يا جماعه، هلا حاليا نحن بحساب بسمله بصراحه انا ما بعرفها كثير. هي عندها 1,700,000 متابع ومحتواها يعني حلو يعني برايي، بس البنت صوتها حلو، كل ما عم تنشر على الاغاني عم تجيب كثير مشاهدات. هلا يا جماعه رح نشوف اغانيها كلها ورح نشوف اغاني ديما كام. الله، في رنة يا جماعة. واو واو، مع انه ما بعرف الغنية بس صوتها حلو يا جماعة. واو، خاصة انه البنت سمارة حلو ترى، والله كيوت. سمارة حلو يعني، اي البنت حلوة ترى. هلا الكل يقول شادي والله البلد كلها عندك. لا يا جماعة، يعني انه ترى بس السمار حلو يعني. اوه هاي 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 الاغنية شكلها حلو، شو رأيكم بالتركي؟ لا الاغاني التركية حلو. بعرف هالغنية يا جماعة بس مو حافظها طبعا. واو، بسمعها هون كثير انا بس مو حافظها. الله، ترى البنت صوتها حلو. وين كانت هي؟ ما شفناها. واو، كفى عليكي. لا البنت صوتها حلو يا جماعة، يعني البنت في ابداع، في صوت. صوتي تعبان شوي وشكلي، بس حبيت اغني لكم هذه الغنية. اوكي كف، بس ليش يا حاطة حية؟ لحظة شوي، البنت تمام صوتها حلو تمام يا جماعة، ما معلي شوي صوتك، علي ترى مشان نسمع. انا عليت البفلة لاخر شيء يا جماعة، ما عم اسمع. انتوا في اوقات يمكن انتوا ما راح تسمعوا مني. ترى علي صوتك شوي. حاسة غزلانة ويا عم تغني. بس حلو صوتها يعني. مركزة على الاغاني الخليجية كثير. هاي ما فيها اصلا كمان هاي. اوكي يا جماعه نشوف غير اغاني. محبتك ليا وخوفك عليا وغرام. شو عامل صوتك؟ واو، حبيبي اللي عشقته تراني افتقدت اهتمامك. ترى البنت يعني صبرك اذا ناسبك كلامك علمتني ابدي يومي الا بيك، ينقص لهفك تغيرت لمسه ايديك، لو ما احبك
حتى ما اعتب عليك احاول اقصر لكن انسى. لا البنت مركزة بصوتها كتير حتى عم طالع هيك المعاني والكلمات بطلاقة. شوفي شوفي مع في ابداع. انا يا جماعة شوف بدي احكي لكم شغلة. ممكن تقولوا شادي كتير هيك بيحكي انه والله البنت صوتها حلو وهون حلو وهون حلو ما بيقول على شيء مو حلو. يا جماعة انا يعني بحكي الصراحة، انا رأيي صراحة صريح يا جماعة، ومحتواي ابدا ابدا يا جماعة ما بحب النقد ولا بحب احكي عن العالم. انا هيك انا يا جماعة انا محتواي غير العالم كله، غير العالم كله. ما بحب احكي يعني انه انتقد او اعيب او اتمسخر، لا مستحيل، لانه كله خلقة الله يا جماعة. قلبي قد عصاني يوم حكني وجاني والحسايف لحاناني. شوف يا جماعة هلا هي مغنية نفس الغنية، شوف ديما كام كمان نفس الغنية، مغنية نفس الغنية ترى مغنية ديما كام. ما بس لحظة بدي احكي لكم شغلة، والله ترى ديما كام يا جماعة صوتها حلو، خلص ديما كام هي نمبر 1، بس ما بعرف يمكن هلا تصير نمبر 2 ما بعرف. نشوف. والوفا فيني وذوقي يوم قلت ان حبيبي واعتبرته من نصيبي غاب رغم انه طبيبي راح وين علاجي ذوقي. واو واو وين ثلاث واوات كمان. يمكن ما نرجع نحكي. اوه واو وات ذا هيل. نعم صرت احكي انجليزي. شو هاد؟ هاي الغنية احبها يا جماعة ترى. اعطيني وعد ما تبكي فرجيني هاك الضحكي اللي بحبه انا انا اوعك تزعلي مني تحكي لغيري عني عايش العمر وتهني انا فوت بعلى ما بدي علي صوتي، بعرف صوتي حلو بس مشان لاجع اشكوني قوي المنهي تبكي لو خسرت شو. لا لا بسملة انت من وين جيتي؟ هي عم تغني غنية خلينا نقول لبنانية، هي بالامارات بالكويت عايشة ما بعرف بالضبط، فالبنت مصرية اصولها مصرية صح؟ فلهجتها جاية على اهل الخليج، لهجتها لهجة خليجية فطالعة كمان حلوة مع الغنية. خلص حبايبي اكتبوا لي تحت الكومنتات اذا حابين اعمل رد فعل مقاطع، لانه في كتير مقاطع حاب اشوفهم انا ولا ما عم اشوفهم ترى، والله حابب هيك ادخل فيهم اشوفهم لانه البنت حلوة مبدعة صوتها حلو كل شيء حلو. يعني اشوف هالغنية شكلها حلوة الغنية، شكلها على 500,000. قولك علي عايش واموت يا حبيبي وانا وياك وعدني ما تسيبني ولا حتى لسانك. أيوة الغنية ما حبيتها بصراحة. شوف هاي اضم حبك اضم اوه حلوة يا عمي. اغاني عراقية خلاص، اغاني العراقية عليك انت نبض قلبي. أيوة إليك وحدك في دايولك. يا أخي هاي البنت وين كانت يا أخي؟ يسعد دينكم أنتم كتبتوني شادي بسملة بسملة، بحثت عن بسملة شفت بسملة. يا أخي اكتبولي ضلوا يا جماعة ما أخوكم اكتبولي تحت الكومنتات، أنا عم باخذ كومنتاتكم هيك مشاهير ترى حلوة البنت. يوم الفيديو حلو يا جماعة. أضمك وين ترى بليات عمري لحظة ما بس ملا على كفو يسعد دينك. والله والله كفو يسعد دينك ترى. بس ديما كام صوتها حلو. شوف هون كتير بين عشق ولا من طول. هذا صوتها، هذه هي، هذه هي. اكتبوا لي بالكومنتات تحت ترى هون غير هون حسها كيوت. مستنين غنية منك يا بسملة. وصلوا لها يا هاي، وصلوا لها. برافو عليك حلوة. ليش مو برافو عليك؟ ها هي بداية خلاص.
انا ما بدي اغني بعرف صوتك. انا بقولي برافو عليك خلصيني صد ثلاث مرات بدي اغني معك. يعد حلمه وكم زمان اه قلبي خلاص ارتاح بعد شقى وعنا ولقى اعز انسان. برافو عليك هناني تاني ما اعاني وضحكتي سما صار السبب في كل قلب حب. شكرا بعرف كل صوتك حلو. شكرا تجاه الارض وطحت بحب للسما. برافو عليك ميزني عزمي رزني غير بالحب نظرتي. لا كلام لا تعليق لا اشاره لا همسه لا لمسه ولا شيء. يا جماعة أنا يعني ما بعرف شو بدي أحكي بصراحة. كفو يسعد دينك يسعد دينك. أنا بصراحة البنت ما كنت بعرفها أبدا فكتبتوا لي إنه يا شادي شوف بسمة لو ضد ديما كام وشوف صوتها حلو البنت والبنت كتير هيك مبدعة وحركات وهيك. فيا جماعة بصراحة أبدعت البنت أبدعت كل معنى الكلمة. فيا جماعة هلا رح نروح نشوف فيديوهات ديما كام. ضليت أشيل أشيل هموم أنا شفت طعم النوم أنا حياتي زي مماتي هالدنيا مو صينا. ضليت أشيل أشيل هموم. هاي الغنية ما أحبها تمام لأنه صرعونا بهذاك البهلول ما أعرف إيش هو غناها وصرعونا فيه. المهم لأنه ديما كان غنتها ما كنت أحبها. طعم النوم أنا حياتي زي مماتي هالدنيا مو صينا. زينا يا زينا زينا يا زينا يا زينا. والله كفو ديما هي ما شفتها. سيناريو حكايته مرفوضة خرجت برا حساباتي كأنك نقطة جاسوسة. بقيت انا حر وانت موضر في اي محاولة. بس ديما اي غنية تغني هيك مجرد بس تفكيرك وتأنيبك من ضميرك تلبق عصوتك دردع سهوار ليا خلص كتر اوي خير. بس ليش هيك مقطع الفيديو كتير مفيش عني من لايف اليوم اعرف الغني. شيل عيونك عني تركني اعرف غني بعد قلبي صغير. ايوه حيرني ومحير نظره منك بتجنني نظره منك بتجنني لا 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 بتجنني. كفو والله حتى باللايفات تغني. ادور يا عمري على كل شيء الجمعنا لعلمك لعلمك حضرتك هو المجروح جمالك دلالك ضحكتك يا جماعة ترد الروح. ما بدي احكم انا بصراحة يا جماعة ابشرك يا قلبي وقعنا. ادور الله يسامحكم مين كتب لي انه يا شادي يعمل ديما كام ضد بسمه لمين؟ ترى الاثنين صوت الرهيب ما بعرف انا هيك كيف بدي اقارن صوت هي بهي انا ما بعرف. ما مني فلان قلوب الناس مشي لعبك زمان ما في امان يقلب عليك لعبك. اسمع مني يا فلان قلوب الناس مشي لعبك زمان ما في امان يقلب عليك لعبك. اسمع مني يا فلان. شوفوا اولا شوفوا بدي احكي شغلي تمام بس شوفوا الرن الصوت من اوله يا جماعه بربكم ها طلع شوف. ما مني يا فلان قلوب الناس مشي لعبه زمان ما في خلاص يا عمي خلاص خلاص والله ديما انت انت لازم تصيري مطربه بدل نانسي بدل اليسا. يا هرحم عينيك من اللي مبكي واللي مخلي هتموت غير انه صوتها حلو البنت وارجع جابه حلو انيقه حلوه. يا عمي اهل اهل فلسطين شوفكم الحكي. عينيك من اللي مبكيك واللي ايوه شو هالحركه يعني وانت في صدري مجد. حتى شوفوا شوفوا حتى لما تحط بانداني على لون الحجاب روح حاسوب يا عمي وعيوني لك
فيديو قديم هالغنية جوي والهالوان وني الدروب ما حسبت حساب دربك مطولة وعن جمالك ما قدرت تبعد وتوب كيف توب خليجية الغنية صح؟ شوفوا حتى بالخليجي ديما مبدع يعني وكسرت ظاهري برغم اني كنت سندك والغلي فيك يا جماعة سلك مع اللوبات كلوك لك وانا عشت سلك وشارك لك باعوني بلاش رفعوا شعر الاخوات بعتين قلوب في الشهاد بس الضمير ما شاء الله عليك يا عمي يا عمي ما شاء الله عليك يا ما تجيش عشان ما فيش تيك توك ليش بتدوني يا زفت شو؟ هو عم يحلق؟ وانه على دقة قلبك ماشي بنبض بقلبي ونصير ترند الاول والله بتتعب بالجهاز ترك يوتيوب نشوف الكيات يا جماعة كيات مليون عندها هيك انا ما بدي تبين والله لا هز فيك مغيم حدك قلبي مخيم وعلى الغنية غنت انت بقلبي وقلبي هاي الغنية حلوة كمان والله لا هز الانستا وولع لك التيك توك ونزل صورتنا الحلوة بروفايل على الفيسبوك واللي تعليقه مثله رح ياكل مني بلوم بدنا عالم بتحبنا ما بدنا عالم بتغار اوكي يا جماعة مثل ما شفتوا شفنا صوت ديما وبسملة تمام يا جماعة بصراحة أنا ديما قام صوته كتير حلو عندي يعني بصراحة وكمان بسملة صوته بجنن يا جماعة بصراحة بهالفيديو ما بدي أقيم حدا كالعادة رح أحط اسم ديما واسم بسملة فمين أكتر حدا يجيب لايكات وأنتو كمان اللي ما شاف اللي ما يشوف الاسم كمان اكتبوا تحت مين اللي رح يفوز فاللي أكتر عدد ديما أو بسملة هن الفايزين فأنا ما بدي أقيم لأنه اثنين عندي صوتهم واو يا جماعة بصراحة أنا كنت بدي أعطي رأيي بس ما فيني أعطي رأيي من الاثنين نار صوتهم تمام فحبايبي وصل معي لهون لا تنسى تحط لايك واشتركوا القناة بعد شوي اليوم فيديو طويل فهيك الدكتور طلبتوا مني انه يا شادي يعمل فيديو شوي طويل فحجرب اشوف عجبكم الفيديوهات الطويله ولا لا فبحبكم كثير كان معكم شادي بشوفكم فيديو جديد سلام